راس بنعناع هي هبره. هبره هلا افرجيكم، مره عملنا لكم اياها بحلقه، طحنا الهبره على الماكينه، راح افرجيكم اياها مره ثانيه عشان تعرفوا كيف نحن التكنيك الحلبيه وقت نطحن الهبره بالمكنه وبتعطينا اياها بتصير مثل الكريم، يعني مثل البته. فهلا لازمنا عده تقريبا لهدوليك، راح افرجيكم اياها هون. راح نطبخ اللحمه نحن على فكره ونخلصها، عم نخلص راس النعناع رح نرجع افرجيكم كيف نطبق الرز والفريكه تبعت الفخده. خيو خضرة، كان في عنا لحمه جوا البراد، فيك تعطينا اياها؟ ممنونك. هلا رح اخذ انا اللحمه منه، بلش انا اقطع البصله. ايه هاي اللي فوق شفتها؟ اخوي الاصلي انت، شكرا. هلا عندي هون اللحمه، رح نساويها الهبره. هلا رح نحطها هبره. هلا بنبلش نعمل اي شيء، رح انا اغسل ايدي على اليمين. راس بنعناع كثير طيبة، نحط لها بصل ناعم، بلش نقطعه من هون. سكينتنا شوي، حط لها بصلة كتير ناعمة، ما بدها نفرمها مع المكنة، حطها فرم ايد. فنسيت اقلكن راس بنعناع اطيب شيء تكون مشويه على الفحم. يعني بس هلا نفرج نشكل اللحمه، نبلش افرجيكم كيف عم نعملها هلا. راس لازم يكون عندنا مدهونه بزيت زيتون منيح وعلى الفحم. من بعد الفحم راح افرجيكم شو رح نعمل فيها. هلا اول شيء خلينا نفرم البصله تبعتنا ناعمه منيح. الاكلات المفضله عندي انا راس نعناع، بحبها كثير، بتتاكل بارده او بتتاكل سخنه. انا بحبها ساندويش كثير، بالبق مع الساندويش. سينا الايس اليوم، تعطينا اياه؟ ممنونك. شكرا. الى اليمين. نبلش هون معنا بالثلج اللحمة، احط صحن هون، ايوه، ونبلش. كثير سهلة وما بدها عذاب. مثل ما شايفين هلا عندي هون اللحمة، عم بستعمل لحمة هون خروف، يعني لحمة ضاني، كثير منيح. مثل ما قلت لكم اللحمة للكيلو تقريبا بتاخذ 100 جرام لل 150 جرام ثلج حسب سماكة اللحمة. أنا تقريبا بعرف عياراتي، فلذلك عندي نص كيلو هون، رح احط لها حوالي 75 جرام. رح نبلش نخفقها، رح نشغل ماكينتنا هون، رح اضيف لها الايس انا من عندي. هالقد بس رح احط لها تلج. مثل ما شايفين هلا عم بتصير لونها كريمي وبتيه، عم تجمع بعضها. هلا عندي انا اللحمه تقريبا راح تجهز، راح خلطها بس هيك تخليطتين، شوف شو كيف صار وضعها. بنبلش نتبلها لنعمل راس النعناع. كثير منيح صدقوني، اطيب شيء تاكلوا اللحمه وهي هيك. حدوق الملح تبعها انا بحبها وهي نيه، ده نكزه ملح. نفس الطريقة بنعمل فيها الكبة النية، إذا ما كانت الهبرة مخفوقة هيك ما بناكلها كبة نية أو هبرة نية. روعة.
بتجنن لونها كثير بشهي صار كثير منيح. هاي اللحمة تبعتي جاهزة، حبلش انا هون ادعكها تبلها مع بهاراتها. رح تاخذ عندي كمية هالبصل تقريبا، رح نحط لها النعناع اليابس، البقلة منيح النعناع، وشوية فليفلة حلبية بودرة. في ناس بحطوا لها توم، انا بقول لهم مع البصل اطيب. ضربة بصل كمان شوي، ورح نبلش ادعك انا هون بايدي. ما بدي ادعك كتير بس لحتى تتخلط المواد كلها مع بعضها. طب انا هلا بهالاثناء رح بلش جهز المقلية عندي، انا بدي اشويه مباشرة كثير منيح. رح احط لها زيت زيتون، رح استعمل زيت زيتون. رح استعمل السكين ورح استعمل هاي حلوة حتى بلش نقطع هذا راس نعناع تقريبا هالقد، نعملهم هيك طابات. حوالي 25 جرام طابة. هبلش بهدول عفلكم الباقي. حط شوية زيت زيتون، هي لازم تنفتح مع زيت الزيتون. يعني بلش نعملها هالشكل راس، الطرف الثاني نسكرها بزيت الزيتون. ليه نحط لها زيت زيتون كتير؟ مشان ما تطلع معنا ناشفة ونحن عم نقليها. يعني لازم تكون حمت معنا اكتر شوي، بس لما نسوي التانيين نكون بلشنا فيهم. تقريبا هلا اخذوا اول وش، رح نقلبه على الوش الثاني. روعة كثير منيح. اها هذول عندي انا استووا، رح شيلهم رح احمل هذوليك من جوا. كثير كثير حلوة وروزي من جوا، يعني ساعتها هيك شقرة هتاكلوا هم. رح اقدم لكم اياها بارده، يعني اليوم رح اعملها بارده مطفايه. هلا بالصوص رح نعملها حمض وزيت وثوم، اكله لا يعلى عليها. هلا في ناس بيحبوا يحطوا نعناع اخضر مع كمان بقلب الهبره بتطلع طيبه، بس انا بعملها اصولها مثل ما بدنا نعملها بالشغل او بالبيت، بنحطها راس نعناع نعناع يابس. انا كثير بحب هالاكله وبتذكرني بجوز عمتي الله يرحمه، لانه كانت اكلته المفضله. انا راس نعناع اكله بتذكرني بصغري كثير، لانه كثير بحبها، واول مره اكلتها عن بيت عمتي، لانه عندي جوز عمتي الله يرحمه كان كثير بحب الاكله، فكل ما بروح عن بيت عمتي باكل راس نعناع. لحمتنا عم تعمل هلا تيك تاك، شكلها قربت لتستوي. رح هلا نفرجيكم نرجع نعمل لها الدريسنج الراس بالنعناع. نحط توم كثير بيلبق مع الثوم والحامض، ملح، عصير ليمون تقريبا عندي معلقتين. رح احط لها هلا زيت زيتون حوالي 3 معالق، عفوا 6 معالق، واحدة اثنين
روعه. بلش نخلطهم مع بعض حتى يذوب الملح منيح فيهم. رح تعطيني هلا شوية خضار من جوا، شو رأيك؟ روعة. اي هدول الروك شايلز. ايوه راسهم اسود. شكرا خضرة. رح استعمل انا هاي. بلش البرزنتيشن بالصحن. طبقهم بهالطريقة. طريقة التقديم بدكم اياها انتو، فيكم تقدموا فيها يعني، ما مضطرين تتأيدوا بهالطريقة. انا رح اخلط شوي من الدريسنج معهم. نبلش هنن طيبين، يكونوا غرقانين منيح بالصلصة تبعتهم كثير منيح. رح اخذ هلا المقص بلش ازين عندي هون. تلبق معها كثير روك شايفز على طرف الصحن بهالطريقة. وهيك صار عنا احلى راس نعناع مطفيين بالحامض والزيت والثوم وزيت الزيتون. اعمل لهم ضربة زيت زيتون عليهم بيطلعوا اطيب. روعة. هلا صار عنا راس من النعناع مطفاية بحامض وزيت الثوم جاهزة. كثير منيح.